السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. بعدما تعرفنا في الفيديو السابق على مواصفات الجوجل بيكسل 6 النسخة العادية، سنتعرف في هذا الفيديو على النسخة الأقوى الجوجل بيكسل 6 برو الذي يأتينا بأقوى المواصفات، الفلاجشيب الذي ستحارب به جوجل كل المنافسين. سنتعرف على البيكسل 6 برو، لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. البيكسل 6 برو أصدقائي سيأتينا مع شاشة عملاقة بحجم 6.71 إنش. الشاشة هنا من نوع أوليد، يعني دقة وألوان غاية في الروعة. التطوير الكبير الذي قامت به شركة سامسونج مع نسخة البرو وهي الكاميرات، حيث تأتينا الكاميرا الأساسية هنا بدقة 50 ميجا بيكسل. أي نعم، هاتف من شركة جوجل يأتينا مع كاميرا بدقة 50 ميجا بيكسل. الكاميرا الثانية هنا كاميرا تيليفوتو ستأتينا أيضا بدقة 48 ميجا بيكسل. أما الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتينا بدقة 12 ميجا بيكسل وهي كاميرا ألترا وايد. بالنسبة للكاميرا الأمامية، البيكسل 6 برو يأتينا مع كاميرا أمامية فقط تأتينا في الوسط بدقة 12 ميجا بيكسل. البطارية هنا عملاقة تأتينا بحجم 5000 ملي أمبير، ستعطيك تجربة أداء مطولة جدا، يعني يوم كامل من الأداء دون الحاجة إلى شحن البطارية. الرام هنا 12 جيجا، نعم تتخلى سامسونج أخيرا على 8 جيجا و 6 جيجا للرام. كما سيتوفر الجهاز بثلاث نسخ، نسخة 128 جيجا، النسخة الثانية تأتينا مع 256 جيجا، والنسخة الثالثة تأتينا مع 512 جيجا للمساحة الداخلية. وكالمعتاد سنتعرف على أحدث نسخة لأندرويد سيتم إطلاقها على أول جهاز وهو الجوجل بيكسل 6 والجوجل بيكسل 6 برو. سنتعرف على الأندرويد 12 مع هذه الأجهزة. بالنسبة لموعد الإعلان الرسمي والأسعار أصدقائي ستجدونه في الفيديو القادم، فتأكد أن تكون مشترك بالقناة. إلى هنا وصلنا إلى ختام الفيديو، أشكركم على المتابعة، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. في الختام لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.